لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملكة رانيا غضبت جدا، وكمان الأمير الحسين زعل لما جميل ألكسندر جوز الأميرة إيمان قبل العروس. متابعينا الكرام، هنشوف لسه مش المشهد ده فيه مشهد أخطر جدا منه، زي ما شايفين قدام حضراتكم قبلة زوج الأميرة إيمان للأميرة رجوة، وصدمت زوجها جميل ألكسندر والملكة رانيا. اللقطة دي يا جماعة من أكتر اللقطات اللي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، زي ما حضراتكم عارفين طبعا الايام دي زواج ولي العهد حسين ابن الملك عبدالله الثاني على رجوة اللي هي من اصل سعودي، وزي ما حضراتكم عارفين انهم كانوا واقفين بيستضيفوا الضيوف، ولكن ظهر فجأة زوج الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني، وزي ما شايفين قدام حضراتكم بيبوسها من خدها، رغم ان جوزها الأمير الحسين واقف جنبها. ولما باسها شفنا شفايفها وهي بتقول او ماي جاد، وكلنا فهمنا انها بتقول او ماي جاد. بس يا جماعة، زوج الأميرة إيمان عندهم البوس عادي، لان هو اصلا من اصول انجليزية. اللي انا فهمته يا جماعة ان هو قال لها حاجة في الاول زي وحشتيني او حبيبتي، حاجة زي كده، وهي ردت عليه وقالت له اوه ماي جاد. ده اللي انا فهمته من الفيديو. اللي عنده رأي تاني يكتبه في التعليقات يا جماعة، واحنا بنشوف كل التعليقات علشان نفهم اكتر. ممكن اكون انا غلطان في الكلام اللي بقوله، او الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غلط، بس اللي احنا لاحظناه من بق رجوة انها بتقول او ماي جاد. وانت ركز كده وهتلاحظ واضحة جدا يا جماعة. والملكة رانيا اتعصبت جدا واتكلمت مع ابنها الامير الحسين اللي هو زوج الأميرة رجوة، وكان واضع عليهم الصدمة والغضب، وما كانوش متوقعين اللي هيحصل من ألكسندر. شاهد كيف تعيش الأميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وهكذا يقابلها بشكل مستمر. أين تعيش أم الملك عبدالله الثاني؟ الأميرة منى الحسين تعتبر الأميرة منى الحسين من أبرز النساء في المجتمع الأردني، فهي الزوجة الثانية للملك الراحل الحسين بن طلال ملك الأردن وأم الملك عبدالله الثاني، مع العلم أن لها أهمية كبيرة في قلوب مواطنين المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أراد الكثيرين معرفة تفاصيل حياتها، بالإضافة إلى ذلك أنها تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية الهامة بعد تتويج ابنها ملكا. ومن هنا سيطلعكم قناتنا قناة خلاصة الكلام بالتفصيل على المكان الذي تعيش فيه والدة الملك عبدالله الثاني الأميرة منى الحسين. من هي الأميرة منى الحسين؟ الأميرة منى الحسين هي زوجة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، لذلك ولدت في 25 من إبريل 1941، وهي من الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن والدها كان ضابطا في الجيش البريطاني.
برتبة مقدم، ولديه أيضا 4 أبناء للملك حسن، وتعتبر من أهم سيدات المملكة الأردنية الهاشمية، وتتمتع بمكانة عالية. الأميرة منى الحسين اهتم الكثير من الناس بمعرفة تفاصيل أهم وأكثر عن حياة الأميرة منى الحسين، لذلك حققت العديد من الإنجازات المهمة في عهد زوجها وابنها الملك عبد الله الثاني، ولديها أيضا سيرة ذاتية مشرفة. وفيما يلي نذكركم بسيرة الأميرة منى الحسين. الاسم منى الحسين، تاريخ الميلاد 25 إبريل 1941 ميلاديا، موطنها الأردن، مكان الولادة الولايات المتحدة الأمريكية، الزوج الحسين بن طلال، الأولاد الملك عبد الله الثاني والأمير فيصل والأميرة عائشة والأميرة زين. المهنة لاعبة هوكي الحقل. اللغة الأم العربية، وأيضا هي تجيد اللغة الإنجليزية. أين تعيش أم الملك عبد الله الثاني منى الحسين؟ تعيش والدة الملك عبد الله الثاني الأميرة منى الحسين في الأردن، لذلك انفصلت عن زوجها حسين بن طلال في 21 ديسمبر 1972، ولم تعود للعيش في موطنها الولايات المتحدة الأمريكية، بل بقيت مع ابنها الملك عبد الله الثاني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتبلغ من العمر حاليا حوالي 82 عاما، وهي من الشخصيات المهمة التي ستخلد بتاريخ الدولة الأردنية. وعلى الرغم من أن نسب الملك عبد الله الثاني ينحدر من أصول تعود إلى نسب علي بن أبي طالب، إلى أن أم ملك الأردن تعود إلى أصول إنجليزية، حيث أن والدها هو الضابط البريطاني ويلتر بريسي الذي خدم في بعثة التدريب البريطاني بالأردن. وننشر لكم بعض المعلومات عن أم ملك الأردن عبد الله الثاني. اسمها الحقيقي أنطوانيت غاردينر، من مواليد 25 إبريل 1941. التقت بالملك حسين بن طلال أثناء تحضيرها لفيلم لورانس العرب، بعد سماحه لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير. كان الملك الحسين يزور مواقع تصوير الفيلم من حين لآخر والتقى بها، ثم تزوجها بعد ذلك. انفصلت عن الملك في 21 ديسمبر 1971، سمح لها الملك بالاحتفاظ بلقبها الملكي حتى بعد طلاقهما. زوجة ملك الأردن الثانية، وجدت الأمير الحسين هي زوجة ملك الأردن الثانية بعد زواجها من زوجته الأولى الشريفة دينا بنت عبد الحميد بن محمد عبد العزيز بن عون الرفيق. ويبلغ سن أم الملك الحسين منى الحسين في عام 2023 82 سنة، وتمارس لعبة هوكي الحقل. ووالدتها مشهورة جدا هي دوريس ديانة منى الحسين. وعلى الرغم من زواجها من ملك الأردن وإنجاب ابنها الذي يستدعي تنصيبها ملكا أن تكون أمه مسلمة، إلى أن ديانة منى الحسين بقيت المسيحية، ولم يتم الإعلان عن اعتناقها للإسلام طوال فترة زواجها.
وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، وأتمنى أيضا إن احنا نكون قلنا المعلومات الكافية عن والدة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منى الحسين، ونشوفكم الفيديو جاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.